مش عايز اتفضل ومش عايز اتكلم، الاغنيه عجباني والكلام حلو والجمهور حلو والاغاني جميله والروح جميله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ويوم جديد وحارس الاهلي. الحقيقه ببدا بخبر مبهج او بصوره مبهجه او بحاجه جميله بتليق بالاهلي، سوبر ستار الكره المصريه والعربيه والافريقيه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي حضروا الجلسه الاولى من اجتماعات الجمعيه العموميه لرابطه الانديه الاوروبيه اللي اقيمت في العاصمه اليونانيه اثينا. على هامش هذا الاجتماع حصل اجتماع ما بين السيد ناصر الخليفي رئيس رابطه الانديه الاوروبيه مع كابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي، كان في العديد من الموضوعات، ضروره تفعيل دور رابطه الانديه الافريقيه عشان يخدموا مصلحه الكوره، الحديث على شراكه رابطه الانديه الاوروبيه مع الفيفا فيما يخص بطوله كاس العالم للانديه. اقف اقف، اعمل هولد، اعمل ستوب. كاس العالم لايه؟ للانديه. ماله كاس العالم للانديه اللي الاهلي دايما مشرفنا؟ ماله كاس العالم للانديه اللي الاهلي خد المركز الثالث فيه اكتر من مره؟ ماله كاس العالم للانديه اللي الاهلي ضيف دائم عليه؟ مش ضيف شرف، ضيف دائم. هناك فارق ما بين ضيف شرف والضيف الدائم. فالاهلي الضيف الدائم. ليه الضيف الدائم؟ لانه هو الاكثر حصولا على دوري الابطال الافريقي، وبالتالي هو اللي بيروح يمثل افريقيا في كاس العالم للانديه. ناصر الخليفي استمع لوجهه نظر النادي الاهلي في كتير من القضايا المطروحه، وجه الدعوه، وجه الشكر الكابتن الخطيب والمهندس مرتجي ان هم لبوا الدعوه وكانوا موجودين في الفعاليات. بالمناسبه كابتن الخطيب عاد بسلامه الله النهارده، وهرجع تاني اقول للكابتن الخطيب شويه بالراحه على نفسك شويه، خلي بالك من صحتك شويه، لانه كابتن الخطيب الحقيقه يعني مجهود مضني، والفتره القادمه عنده مجهود اكتر لانه عنده الجمعيات العموميه بتاعه شركات الاهلي الثلاثه، عنده الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي، عنده كاس السوبر انتر كونتيننتال، عنده بطوله السوبر المصري، عنده العديد والعديد من التحديات. فبقول لكابتن خطيب بالراحه شويه، ربنا يخليك، ان لبدنك عليك حقا، ان شاء الله باذن الله كله يكون تمام والاهلي يبقى عال العال.